كيف أبدأ يعني أبدي معك أنت بالذات؟ بس كأستاذ وكإنسان عاصرت الفن العربي من بدايته ونهضته الحديثة، ترى ما مدى الجهات، ما مدى اهتمام الجهات المسؤولة في العالم العربي بالنسبة للغناء والموسيقى بالذات؟ يعني أعود مرة ثانية للتعليق الجميل اللي أنت قلته، إن بيتهوفن قال إن الموسيقى لغة المحبة والسلام. أيضا الشاعر المرحوم كامل الشناوي قال أن الفن هو الملامح الجميلة للأمة. فإذا وافقنا على الرأيين، وطبعا احنا كلنا موافقين طبعا، إن الفن هو الملامح الجميلة للأمة وأيضا هو لغة المحبة والسلام، نقول بقى ما مدى اهتمام الأمة العربية بالفنون ومنها الموسيقى. الحقيقة الفن في الوطن العربي ما بيلقاش العناية الكافية واللازمة. الفنان علشان يعطي لابد من حدة استقرار، والفنان أيضا يحتاج إلى نوع من التدليل، وطبعا مش مقصود بالتدليل الشيء اللي يفسده، إنما الفن يشجع يعني. الفنان الكلمة المقابلة لطيفة، كل الحاجات دي تأثر فيه وتخليه يقدم شيء كويس. للأسف أنا بعتقد أن الفنان في الوطن العربي بيتعب كتير علشان يقدم فنه من خلال الأجهزة اللي بتقدم هذا الفن. طيب نقدر نقول الآن نتيجة لإجابتك هذه، ترى ما الذي يريده الفنان من هذه الجهات المسؤولة؟ ما أنا بقول لسيادتك، هي المسألة مسألة محتاجة إلى مناخ للفنان وعناية من الجهات اللي سيادتك بتقول عليها. يعني أنا متصور أن الفنان مش مفروض أنه يلح علشان يقدم فن، المفروض أن يطلب من الفنان أن يقدم هذا الفن، وإذا أحسن يلقى كلمة تشجيع. أيضا المفروض أن الدولة أو الأمة زي ما الإنسان إذا لا قدر الله أصيب بمرض بيسعى إلى أحسن الأطباء للعلاج، مش كده؟ إنما للأسف الشديد إحنا كشعب عربي في الوقت اللي بنهتم بنفسنا في حتة الصحة مثلا على سبيل المثال، عقولنا وإحساسنا ما بيلقاش هذه العناية منا أيضا. يعني أنا متصور إن المواطن المشاهد والمستمع لازم يبقى في جهد منه أيضا في تلقي الفن اللي بيشوفه أو بيسمعه، ويكون له دور إيجابي. يعني أنا ما أتصورش إن الإذاعة أو التلفزيون أو غيرهم يقدموا فن، أو المسرح يقدم فن للمشاهد، والفن والمشاهد كل ما يقوم به إنه يتلقى العمل وهو ساكت. لا، المفروض أن يكون في حوار بينه وبين نفسه أيضا، وهذا الحوار يبقى بصوت عالي علشان الناس تكون رأي عام فيما يقدم وما لا يقدم لهم. كمثال احنا في الكويت والحمد لله الفنان ما اخذ حقوقه الطبيعية، يعني كون احنا في البداية الفنية في الكويت، ولكن في الا تعتقد ان الاسرة الفنية في العالم العربي كاسرة فنية، الا تعتقد انها هي نفسها بينها شقاق؟ ومثال على ذلك ان فنانة انت تعطيها لحن وترفعها فوق بعدين تتركها تهزم تمسك خط ثاني وفنانة اخرى بذلك احترقت الفنانة. مسألة الشقاق اللي بتقول عليه بين الفنانين هو مش شقاق بقدر ما هو منافسة فنية. طبعا إذا المنافسة دي خدت شكل حاد تبقى عملية استفزازية وبالتالي تبقى مش مطلوبة. لا طبعا، لا ده مش مطلوب أبدا، إنما كونك تقول إن يبقى ملحن قاصر على مطربة أو مطرب ده برضو أنا مش وياك، لأن فيه نوع من الأنانية. لا مش بس كده، هو 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 مضر للفنان نفسه، لأن إذا أنا استمريت في التلحين لصوت معين أنا خلاص بقيت في حدود هذا الصوت. يعني كل تفكيري الفني في حدود هذا الصوت اللي أنا بقدم له، في حين أن التنوع في حد ذاته هو اللي بيخلق التجديد اللي الفنان بيقدمه. إذن وصلت إلى نقطة أنا أحب أستفسر عنها، كمال الطويل ملحن عربي من مصر،
ترى على نطاق المجتمع الفني الكبير، ترى لماذا الأغنية الكويتية لا تذاع ولا تعرض في التلفزيون العربي في مصر وفي الإذاعة المصرية؟ ليش مهملة للدرجة هذه؟ أنا أقدر أقول لحضرتك إن الأغنية الكويتية أو الفن الكويتي في مصر مش بيقدم بشكل مناسب، يعني قليلا ما نسمع أغنية كويتية أو عمل كويتي في الإذاعة أو التلفزيون، ده صحيح. لكن أنا مش عارف هو خطأ أجهزة الإعلام في مصر اللي ما بتطلبش هذا الفن، ولا الخطأ هنا إن الفنان هنا ما بيقدمش فنه لمصر، مش عارف. والله كثيرين من الفنانين قدموا في مصر، ولكن أرجو أن يكون السبب مقنع، وأعتقد أنك أنت معاي لحد الآن ما وصلت إلى نقطة. طيب. أتمنى مستقبلا أن احنا نسمع، وهذه أنت رسالة راح تنقلها نيابة عني وعن الفنانين وعن المشاهدين، نحن بيودنا دائما كما نسمع الأغاني في الأقطار العربية في أقاصي العالم العربي، ودنا أيضا الأغنية الخليجية والكويتية تسمع في بعض البلدان العربية البعيدة نوعا ما مسافة، لا وليس روحا يعني. لا مؤكد لك حق لي، لأن خصوصا أن الفن في الخليج وخصوصا الكويت، الحقيقة أنا شفت تقدم واضح، في عندكم فنانين ما شاء الله يعني حقيقة بيقدموا أعمال جيدة تماما. إنما يبدو أيضا إن الملحن الكويتي مش 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 لاقي الأصوات، لكن يمكن لو كان يقدم عمله بالأصوات المنتشرة أكثر يمكن ده يحد أو يخفف المسألة اللي تقول عليها. ما أدري، الألحان اللي أنت لحنتها كثيرة ولا شك، إلى درجة إن الآن ما أقدر أذكر لك منها شيء. الله يخليك. لأن راح أحتارها. الله يخليك. فما أدري تقدر تقول لي ألحان أنت معتز فيها ودائما تذكرها في بالك؟ يعني هو إيه؟ هو الملحن لما بيعمل عمل بيبقى حبه شديد للعمل وقت ولادته واستقبال الناس ليه. بيجي العمل الآخر يعني بيطغي على العمل الأول، يعني على الأقل بيبقى هو ده المولود الجديد اللي بيلقى العناية. طيب أستاذي، ما أدري أنت بتحرم المشاهدين وتحرمني من سماع صوتك في أغنية بسيطة لو كنت أسير بس. أنا عمري ما غنيت ولا عملت الحكاية دي أبدا، يعني كان مساعدني لو كنت بعمل الحكاية دي عمري ما عملتها. مش هتكون غلطة يعني، أنا كان مساعدني والله بس عمري ما عملتها. مطرب أو مطربة أنت تود التعاون معها دائما؟ ما في شك أن كل المطربين وكل المطربات المحبوبين لدى المستمعين الملحن يحب يعمل له. طيب ما تذكر لي لحن من الألحان دائما أنت تردد بينك وبين نفسك، لحن أنت ملحنه إلى أحده؟ والله أبدا، لكن أنا بحب أسمع أغاني سيدة أم كلثوم، والحقيقة أحسن الأغاني عندي أغنية ولد الهدى للفنان العظيم رياض السنباطي. هي مش سر، لكن هو أول مرة سمعت هذه الأغنية يعني تمنيت لو كنت أنا ملحنة. تمنيت لو كنت ملحنة. طبعا أنا يعني ما كنتش ممكن أعمل زي الأستاذ رياض ما عمل الحقيقة، لأنه عملها بشكل عظيم. طيب أستاذ كمال، أنت الآن أقدر أقول معتكف مقل في الإنتاج، ما أعرف بالضبط ليش ألحانك قليلة جدا إن لم تكن نادرة، يا أما تطلع لنا بطلعة جديدة تكون ذات مستوى عالي جدا أو ماكو شيء أبدا. يعني هو أنا في تصوري إن الفن مش ثرثرة، يعني إذا كان الفنان عنده شيء يقوله، ما عندوش شيء أفضل منه. طيب ما أدري بالنسبة للفنانين الكويتيين، تكلمنا بساعة قلنا الإذاعة المصرية والتلفزيون المصري ما يذيعون ويعرضون لهم أغاني. أنت بتركز على كتير كثير. ترى ما أدري، هل أنت فكرت في يوم من الأيام أنك تعمل لحن لأحد مطربي الكويتيين؟ يعني أنا عملت فعلا للمطرب العظيم الأستاذ عوض دوخي. نعم. الله يشفيه ورجعه بالسلامة، أنا عرفت أخيرا أنه مريض. إن شاء الله الله يشفيه. إن شاء الله يرجع بالسلامة. إن شاء الله. يمكن تجربتي ما كانتش زي ما انا عاوز الحقيقه، لان كانت اول مره وكنت في ظروف مش ملائمه، لكن ما فيش شك ان عندكم اصوات جيده جدا، كل ملحن يتمنى انه يعمل لها حاجه. في العموم اتمنى ان الايام تجمعك مع
فنانين الكويتيين حتى يكون نوع من الترابط الفني اللي احنا نتمناه بين إن شاء الله دائما إن شاء الله. أنا لا أدري في أشياء أخرى أنت في بالك ودك تقولها؟ لا يعني أنا عاوز أقول لك إن بمناسبة الأصوات الكويتية في مجموعة ظهرت حقيقة مجموعة جيدة تماما، يعني في عبد الكريم عبد القادر ووليد الشاطئ ومصطفى أحمد. أيوه حاجات مبشرة بخير جيد. على العموم أتمنى أيضا للفنانين اللي ذكرتهم والآخرين منهم اللي أنت ما خالفك الذاكرة في ذكر أسماء أكيد في أن دائما نسمع لهم أشياء في الإذاعات العربية والإذاعة الكويتية إن شاء الله أشياء جديدة إن شاء الله. في نهاية لقائنا نشكرك ونتمنى لك طيب الإقامة وألف تحية لك وللفن الله في كل أقطارها. شكرك يا الفنانة الراحلة عايشة إبراهيم سنة 1944 في مدينة الكويت، ثم انتقلت عائلتها في الخمسينيات إلى حي الشرق كحال بنات جيلها في ذلك الوقت. درست عند المطوعات في منطقة جبلة وانتسبت بعد ذلك إلى المدارس النظامية حتى المرحلة الثانوية، وبعد ذلك ولمدة 3 سنوات انتسبت الفنانة إلى معهد تدريب الفتيات التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفي مرحلتها النهائية تزوجت عايشة إبراهيم. أتاح انتسابها لمعهد تدريب الفتيات إلى ممارسة النشاط التمثيلي والتعرف على الفن المسرحي في عام 1959. كانت الفنانة على موعد تدشين مسيرتها الفنية بالمشاركة في مسرحية حظ هيكسر الصخر في عام 1963. انتقلت بعد ذلك للمجال التلفزيوني مع الكاتب محمد النشمي وحسين الصالح والمخرج خالد الصديق في برنامج ديوانية التلفزيون، كما كان أول أجر تتقاضاه لعملها على المسرح هو 40 دينار، وفي التلفزيون 6 دنانير، وفي الإذاعة ديناراً. في عام 1964 عملت الفنانة القديرة عايشة إبراهيم مع الفنان القدير سعد الفرج في مسرحية عشت وشفت التي قدمتها فرقة المسرح العربية، وتصدى لإخراجها حسين الصالح، كما شاركها التمثيل مريم عبد الرزاق وغانم الصالح وعلي البريتشي، وانضمت في نفس العام إلى فرقة المسرح العربية، وكانت تمثل هذه الخطوة فرصة لها للاحتكاك مع كبار الممثلين والفنانين والكتاب وإبراز وصقل موهبتها التمثيلية في الأعمال المسرحية المختلفة، كما كان لها موعد مع الكاتب والمخرج الكبير صقر الرشود بمسرحية المخلب الكبير في عام 1965، واستمرت مسيرتها مع فرقة المسرح العربي في أعمال عديدة ولها أهمية فنية بتاريخ الكويت الفني، حيث تميزت تلك الأعمال بالجرأة في الطرح مثل مسرحية اغنم زمانك وتقديم قراءة جيدة مستقبلية عما قد يحصل في الكويت في مسرحية الكويت سنة 2000 مع العملاقين عبد الحسين عبد الرضا وسعد الفرج. يلا احنا نقمة الخسرة علينا بالحسرة وهي بتلبس وبتسافر. سعلاوي عندك اياها حاتم اول ميوزك. ابي البس ها ابي اسافر. ارحموني حرام عليكم ارحموني انا انسانة. واحنا عندك حبيب؟ بلا بلا ليش واضي عندك بلا بلا مثل ما قال ابو علاوي ما كل ابو علاوي غور الا وزوجته شيته بلا. العلاوي حاتها معود عندك اياها مفعل اثم بضل عدل قاعد وصحي من نومك. انفضها عدل انفضها عدل بس بعدك عود. ايش فيك انت؟
انت وعمي وابوي وامي كنتوا عايشين في حلم، قعدتوا من هالحلم على فقر ويوع وكسافه والاستضلوع. اصحي من نومك. عندك اياها؟ عندك اياها؟ واستمرت بتقديم فنها الجميل بمسرحيات عدة مثل حط حيلهم بينهم و24 ساعة ومن سبق لبق في عام 1969 مع عبد الحسين عبد الرضا وخالد النفيسي. ألو مطعم طرباش لوماش، زين انطيني سالم ابن المغبر الدكتور. دكتور يكتب علي بعد، يقول تلقيني في العيادة وهو قاعد في المطعم. ألو دكتور، مرحبا كلاب يعين دكتور، فتح شاية جديدة صارت عندنا بالعيادة اليوم. يا عيني يا اروح لك فدوة، لازم تحضر هسه الان هسه. لا عيني لا، اي لا خطيب لا.